لدى لقاء سموه بوزير الدفاع البريطاني، أكد صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان الخليفة رئيس الوزراء الموقر على ضرورة الوقوف بحزم في مجابهة الإرهاب ومكافحته، فمستقبل المنطقة يحتاج من المجتمع الدولي العمل سويا لتحقيق الأمن والسلام الدائمين، لافتا سموه إلى أن مملكة البحرين تمد يدها دوما لأي تعاون بناء يخدم المصالح المشتركة. وكان صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء قد استقبل بقصر الإقليمية صباح اليوم سعادة السيد مايكل فالون وزير الدفاع بالمملكة المتحدة، وذلك بمناسبة زيارته للبلاد. وقد أشاد صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء خلال اللقاء بالعلاقات التاريخية الوطيدة التي تربط مملكة البحرين بالمملكة المتحدة وما يجمعهما من شراكة استراتيجية فيما يتعلق بالأمن والاستقرار، مشيرا سموه إلى أن مملكة البحرين حريصة على زيادة أوجه التنسيق والتعاون بين البلدين لما له من دور أساسي في خدمة التوجهات الثنائية. إلى ذلك، فقد أكد صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء ووزير الدفاع البريطاني على أهمية التعاون البحريني البريطاني في التصدي للإرهاب وتثبيت ركائز الأمن والاستقرار في المنطقة، وأبدى الجانبان الاستعداد للعمل سويا بفهم وقناعة مشتركة لدرء مخاطر الإرهاب وتكثيف الجهود لمحاربته، وخاصة التطورات والمستجدات المتسارعة والمتلاحقة. وفيما نوه صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء بالجهود الطيبة التي تبذلها المملكة المتحدة مع المجتمع الدولي في تحقيق الأمن والاستقرار والسلام في المنطقة، فقد بحث سموه مع الوزير البريطاني تطورات الأوضاع التي تشهدها المنطقة على المستويين الإقليمي والعربي والسبل الكفيلة بحفظ الأمن والاستقرار فيها.